يعني السؤال الأول، يعني لما بنتكلم يعني في البدء كان الكلمة والكلمة صار جسدا، كتير بيسألوا طب هو يعني هاي مسرحية، هاي تمثيلية عم بيتكلم فيها المجتمع، ولا في الله هو العالم بكل شيء؟ لكن إذا عالم بكل شيء طب يعني اللي عم بيصير هو زي كأنه مسرحية الله بحاول يتممها، شو رأيك في هذا الموضوع؟ طبعا طبعا لا طبعا لي هذا ليس حقيقة، بدليل انه الله يريد ان يتواصل مع الانسان، لكن مشكلة الانسان انه هو اختار ان يبتعد عن الله. فعشان ارجع العلاقة مع الله انا لا استطيع ان افعل شيء، لن استطيع ان اصل الى الله، لكن الله يستطيع ان يصل الي لانه هو غير المحدود وهو اللي خلقني، فهو يستطيع ان يصل الي، لكن انا لا استطيع ان اصل الى الله. لكن هل يعني بسمي انه اذا الله بين لي محبته، لانه انا ما بعد في خطاياي المسيح جاء من اجلي، هل ابين انه هذا الموضوع انا يعني استهزئ فيه واعتبره مسرحيه؟ طبعا حاشا، لكن هاي محبه الله بينت انه هو اراد ان يتواصل معي. يعني اذا الواحد عنده ابن تايه عنه، ابن بعيد عنه، يريد دائما ان يتواصل معه، يريد ان يبحث عنه. هذا هو الهنا في المسيحيه اسيس نضال، إله يبحث عن الإنسان، لكن الإنسان بكبريائه لا يريد هذا، يريد أن يصل إلى الله، لكن يريد أن يصل إلى الله بطريقته، لكن الله بيقول له حاول وإذا قدرت كيلي. لكن الإنسان أثبت على مر سنوات وقرون طويلة وطويلة أنه هو لن يستطيع أن يصل إلى الله. وأعتقد كل شخص فينا بأمان لو فحص داخله، هل أنا مقبول أمام الله بأفعالي وأفكاري؟ أنا هو لو فحص نفسه أمام الله سيعرف أنه هو غير مقبول، عشان هيك ما عنده غير أنه يصرخ إلى الله ويقول له يا رب ارحمني، أنا الخاطي، أنا ما راح أقدر أوصل لك، لكن أنت بتقدر توصل لي. وهذا اللي عمله الله. الله جاء وتجسد وصار واحد منا وقدم نفسه عن من أجلنا على الصليب. آمين. وطبعا خلينا ندرك يعني شيء مهم، أنه إحنا منفكر ومنتحرك في نطاق الزمن، لكن الله غير محدود في الزمن. مكتوب عن محبة الله هي محبة أبدية، هي طبيعة الله منذ وجوده، هي طبيعته المحبة، أحبنا بغض النظر، هو الله محبة. شيء تاني، لما الله خلق الإنسان الخطية هي ضد الله، ضد الله الغير محدود، مش ضد شخص محدود، ضد الله الغير محدود. وطبعا الكاتب بطرس في رسالته يقول افتدانا قبل تأسيس العالم، والكاتب إلى العبرانيين الذي بروح أزلي قدم نفسه. وفعلا في أشياء رح نفهمها أكثر في الأبدية، لأنه صعب ندرك محبة الله العجيبة. لا أعتقد أنه مسرحية الله يتلذذ بخليقته بيتمتع، ولكن من الأشياء الحلوة الله خلق للإنسان إرادة حرة، وهي الإرادة إنه الإنسان اختار. ولكن الله مع كل هذا، والكلمة صار جسدا أخلى نفسه آخذا صورة عبد حتى يقدم الخلاص الكامل لكل البشر.